ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يحكي عن يوم القيامة يحكي عنه بالفعل الماضي، يقول لك ونفخ في الصور. نفخ احنا نفهم انه هينفخ لانه لسه القيامة ما جاتش، احنا نقول كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى اذا تكلم فبيتكلم بعلمه، وفي علمه الحاجات حصلت خلاص، المستقبل بالنسبة لله حصل، ودون في ام الكتاب حدث في علمه. فهو يقول سبحانه وتعالى نفخ، ده فعل ماضي، نفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، وانشقت السماء، فعل ماضي. احنا بالنسبة لنا لسه ما انشقتش، لا حتى تنشق، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال وبرزت الجحيم للغاوين، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا.